حياكم الله مشاهدينا الأكارم، هذه تغطية خاصة نقدمها لكم من قناة الإخبارية السورية حول أبرز التطورات الميدانية والسياسية على الساحتين الإقليمية والساحة السورية أيضا، والتي تتسارع بعد الإنجازات المهمة للجيش العربي السوري واقتراب موعد لقاءات أستانا في كازاخستان. ودائما مع الشأن الميداني، ونتابع معا هذا التقرير حول آخر عمليات الجيش العربي السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية. وقبل ذلك أيضا سنرحب بالعميد هيثم حسون الخبير والعسكري والاستراتيجي. مرحبا بك سيادة العميد. أسعد الله أوقاتكم وأوقات مشاهديكم، أهلا سيادة وسهلا العميد، سنبدأ معك بهذا الشأن الميداني، ولكن سننتقل أيضا إلى مراسلنا في درعا رامي الشاعر وحول آخر التطورات الميدانية في محافظة درعا. رامي، لو تطلعنا على آخر التطورات الميدانية في درعا وريفها، تفضل. نعم، تحية لكم زملائي في استوديو الإخبارية السورية في العاصمة دمشق. طبعا حاليا محافظة درعا تشهد هدنة بين الجيش العربي السوري والفصائل المسلحة المتواجدة في محافظة درعا، وما يمكننا أن نذكره الآن هو عدة خروقات قامت به المجموعات الإرهابية المسلحة، وذلك في عدة مناطق في محافظة درعا، منها محاور المنشية والمناطق الجنوبية باتجاه درعا البلد وباتجاه المخيم، إضافة إلى الخروقات التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة أيضا في منطقة وعر اللاجات ومنطقة الوردات القريبة من أوتوستراد دمشق درعا القديم. حاولت المجموعات الإرهابية المسلحة أيضا وذلك في خرق لها بالتقدم والتسلل باتجاه معمل المحارم، ولكن الجيش العربي السوري قام بالتصدي لهذه المجموعات وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. إضافة إلى الريف الغربي أيضا، والتكلم عن الريف الغربي هو على نسق آخر، هناك اشتباكات متعددة بين المجموعات الإرهابية المسلحة تنظيم جبهة النصرة والألوية التابعة إلى تنظيم جبهة النصرة مع تنظيم داعش الإرهابي، وهناك أيضا خسائر كبيرة في صفوف هذه المجموعات الإرهابية المسلحة، وأيضا تنظيم داعش الإرهابي في تلك المنطقة يقوم ب الاعتداء على المدنيين المتواجدين في المنطقة، حيث قام منذ يومين بعدة إعدامات للمدنيين، إضافة إلى إطلاق نار أيضا والاعتداء على المدنيين، وذلك بإطلاق النار عليهم وقطع أيضا الطرق عليهم للوصول إلى مدينة درعا ومن ثم العودة إلى مناطقهم. حالة الهدنة من قبل رجال الجيش العربي السوري في محافظة درعا مستمرة، ولكن الخرق يكون من المجموعات الإرهابية المسلحة بالاعتداء على مواقع الجيش في هذه المنطقة وعلى المدنيين المتواجدين في مدينة درعا ومدينة الصنمين ومدينة إزرع. هذه كانت التطورات ومجمل التطورات الميدانية في محافظة درعا حتى اللحظة، سنوافيكم بكل جديد إثر حدوثه. عودة نعم. إليكم زملائي في استوديو الإخبارية السورية في العاصمة دمشق. شكرا لك رامي الشاعر حول كل هذه التطورات، كنت معي من درعا. بالعودة إليك سيادة العميد، يعني تطورات اليوم في درعا مهمة، ما تزال هناك اعتداءات على المواطنين، خرق لبعض المجموعات المسلحة أيضا لاتفاق وقف الأعمال القتالية، كيف تقرأ اليوم الواقع الميداني في مدينة درعا؟ تفضل. طبعا بالنسبه للمنطقه الجنوبيه بشكل عام، لا يمكن تقسيم المنطقه الجنوبيه الى درعا والقنيطره، وانما هي كل متكامل من خلال طبيعه المجموعات الارهابيه التي تنتشر في النطاق الجغرافي للمحافظتين امتدادا من الحدود مع الجولان السوري المحتل وحتى حدود ارياف دمشق والسويداء. هذه المنطقة كلها تخضع أو البؤر التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية تخضع لبنيتين، البنية الأولى هي اللواء شهداء اليرموك المبايع لداعش. هذه المجموعات بالتأكيد هي غير مشمولة باتفاق التهدئة، والمجموعات الأخرى والتي لا تنتمي للواء شهداء اليرموك وهي تحت مسميات متعددة كجيش خالد بن الوليد، أيضا هو مبايع لداعش وينتمي أيضا إلى ذات البنية الفكرية والعقائدية، وهناك مجموعات أخرى تنتمي أو تتبع لتسميات أخرى طبعا تحت مسمى كبير هو الجيش الحر أو ما يسمى بالجيش الحر. هذه المجموعات بشكل عام
باستثناء المجموعة الأخيرة هي غير مشمولة باتفاق الهدنة، وبالتالي القوات المسلحة العربية السورية تتصدى بشكل مستمر لكل محاولاتها للتقدم والتحرك باتجاه مواقع الجيش العربي السوري، ولكن هناك سياسة متبعة أو تكتيك متبع من قبل القوات المسلحة في تلك المنطقة، هو الاعتماد على تقطيع الأوصال بين المناطق التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية المسلحة واحتلال الأماكن الأكثر استراتيجية والتي تتحكم بقواعد الانطلاق وتتحكم بمحاور التحرك والمناورة لتلك المجموعات الإرهابية. طبعا هنا يبدو للعيان بشكل واضح العامل الإسرائيلي والدور الإسرائيلي من خلال السعي لدعم بعض المجموعات المسلحة وخاصة المنتمية لجيش خالد ابن الوليد، حيث تتلقى الدعم اللوجستي والاستخباراتي من العدو الصهيوني في المناطق القريبة من الجولان المحتل، وهذا يساهم في عملية الخرق المستمر للهدنة ومحاولات الهجوم وخاصة على الاتجاه الشمالي في اتجاه جبل الشيخ الذي يشرف على الأراضي السورية من الاتجاه الشرقي وعلى الأراضي اللبنانية من الاتجاه الشمالي. طيب سيادة العميد، يعني سنبقى الآن في الشأن الميداني، ولكن في تطورات هي الأبرز بصراحة وهي الأهم اليوم. يعني محافظة دير الزور هجمات عديدة خلال الأيام الماضية وخلال الساعات أيضا الماضية، كان هناك هجمات عديدة على مواقع الجيش العربي السوري من قبل تنظيم داعش الإرهابي. اليوم هذا الضغط على مدينة دير الزور، الواجب الكبير الذي يقوم به رجال الجيش العربي السوري في هذه المنطقة من أجل حماية المدينة، كيف اليوم يعني نقرأ هذا الضغط؟ هل هناك علاقة بين هذا الضغط على مدينة دير الزور، ضغط الإرهابي طبعا، وبين العمليات التي يقوم بها الجيش العراقي في الموصل؟ طبعا مدينة دير الزور منذ 4 أيام تتعرض لأعنف هجوم خلال السنوات الماضية تعرضت له هذه المدينة، وهو استمرار للعملية العسكرية أو للاعتداء العسكري الذي نفذته الولايات المتحدة في الشهر طبعا في 21/6 على جبل السرد، وتمكنت من خلاله المجموعات الإرهابية من احتلال هذا الجبل وبالتالي إعادة تكوين بؤرة في على مطار دير الزور. في ذلك الوقت كان السعي الأمريكي من أجل إخراج الجيش العربي السوري، ومنذ ذلك الحين بدأت عمليات إعادة انتشار وتعزيز للمجموعات الإرهابية المسلحة في المناطق المحيطة بدير الزور. خلال الأيام الماضية وبعد الهزائم الكبيرة التي منيت بها المجموعات الإرهابية في داعش تحديدا في الموصل في العراق، يبدو أن الخطة التي أعلن عنها وكشفت في ذلك الحين عند بدء عملية تحرير العراق من أجل إعادة المجموعات الهاربة باتجاه الأراضي السورية، يبدو أن هذه الخطة تريد الولايات المتحدة إعادتها إلى الحياة مجددا من خلال فتح طريق بالتنسيق مع المجموعات الكردية التي تسيطر على الاتجاه الشمالي من مدينة الموصل، وبالتالي إعادة فتح ممر لتلك المجموعات خارج المنطقة التي تنفذ فيها قوات الحشد الشعبي عملياتها. يعني سيادة العميد، أنت ترى هذه الهجمات المكثفة لإرهابي داعش على دير الزور مدعومة بشكل مباشر يعني أو بتفكير أمريكي على هذه؟ نعم. طيب نعم. لو سمحت لي سأنتقل في هذه النقطة، لأنه سينضم إلي الآن الأستاذ خالد عبد المجيد أمين سر القوى الفلسطينية من فرنسا. مرحبا بك أستاذ خالد. أهلا وسهلا. من دمشق. نعم دمشق. نعم أهلا بك أستاذ خالد. أستاذ خالد، سنتحدث معك في يعني هذا المؤتمر الذي جرى البارحة في باريس، ولكن سنكمل قليلا في الشأن الميداني اليوم. كيف ترى اليوم كما تحدث سيادة العميد هيثم حسون هجمات على كبيرة لإرهابي داعش على دير الزور، رأى بأنها مدعومة أمريكيا اليوم، هل هذا ممكن في ظل ذهاب إدارة أمريكية وقادم جديد إلى البيت الأبيض هو دونالد ترامب؟ يعني هو محاولة أمريكية من أجل محاولة تبييض صورة وصفحة الإدارة الأمريكية السابقة، إدارة أوباما، في ضوء المواقف والتصريحات التي صدرت التي تتهم فيها من قبل الإدارة الجديدة بأنها تبدي مرونة أو تقوم ببعض المواقف والخطوات التي من شأنها أن تضعف الموقف الأمريكي. هذه المحاولات هي محاولات يائسة سواء في دير الزور أو في منطقة درعا أو في أي منطقة. أنا أعتقد أن هذه المحاولات
تجري في إطار إرضاء كذلك بعض القوى الإقليمية والعربية حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن المواقف التي تصدر عن السعودية وقطر والكيان الصهيوني كلها لا زالت تؤكد على استمرار العداء لسوريا، ولا زالت تحاول اغتنام أي فرصة للتصعيد في الساحة السورية. طيب أستاذ خالد، يعني هذه نقطة تحدثت بها اليوم، مؤتمر أستانا أصبح قريبا، يعني خلال ما يقارب من أسبوع ستكون البدء في هذه اللقاءات في العاصمة الكازاخستانية. اليوم إلى أي حد الشق الميداني أو العمل الميداني مهم للتأثير على هذه المفاوضات أو هذه اللقاءات، في ظل طبعا وقف للأعمال القتالية مضمون من قبل الضامن الروسي والتركي؟ أعتقد أن المؤتمر أستانا سيعكس صورة الوضع الميداني، وصورة الوضع الميداني هو الانتصارات التي تحققت في حلب وانتصارات الجيش العربي السوري في أكثر من محافظة، والانتصارات السياسية على أكثر من صعيد، خاصة أن العديد من الدول الأوروبية، دول العالم، برلمانيين، سياسيين، مفكرين، كتاب يزوروا دمشق وأيقنوا أن كل ما يجري في سوريا هدفه تدمير سوريا، هو هدفه محاولة النيل من هذا الموقف القومي، من هذا الموقف الذي تتخذه سوريا تجاه المشاريع الأمريكية وتجاه الكيان الصهيوني. لذلك نعتقد أن يعني المؤتمر الذي سيعقد في أستانا سيعكس هذه الصورة التي هي لصالح الدولة السورية، التي هي لصالح الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري. لكن يجب أن نكون حذرين تجاه المرحلة القادمة أو من خلال المؤتمر، لأنه لا يؤتمن إلى جانب موقف الحكومة التركية، ونحن نلاحظ والمعلومات تفيد أن هناك تعزيزات جديدة بدأت تتصل إلى محافظة إدلب، إلى الإرهابيين في إدلب عبر الحدود التركية، في محاولة لتصعيد الموقف، في محاولة للقيام بدور، وهناك خبراء وضباط أتراك يقوموا بقيادة هذه المجموعات المسلحة. يجب أن يكون لدى المفاوضين من قبل الدولة السورية حذر شديد، لكن المايسترو والمبادرة بيد موسكو وبيد حلفاء سوريا وبيد سوريا التي حققت انتصارات. نعم. لا أعتقد أن تركيا أو أي طرف ميداني حتى على صعيد القوى الإرهابية قادر أن يغير الصورة. الصورة الآن لصالح الدولة، وسيتم تحقيق يعني مكاسب سياسية في هذا الأمر من خلال الحرص من قبل الدولة السورية على إنهاء الأزمة عبر الحل السياسي وعبر الحوارات السورية السورية. طيب أستاذ خالد، لو سمحت لي سأعود إليك سيادة العميد هيثم حسون، ولكن يعني سنتابع بداية هذا التقرير الميداني حول مجمل العمليات العسكرية على الأراضي السورية، وثم أعود إليك نتابع مع هذا التقرير. ضربات مركزة وجهتها وحدات الجيش على تجمعات وتحركات تنظيم داعش الإرهابي شمال شرق المحطة الرابعة غرب تدمر بريف حمص الشرقي. الضربات أسفرت عن مقتل العشرات من إرهابيي التنظيم وتدمير سيارات مزودة برشاشات ثقيلة ومدفعين ومربضي هاو ودبابة. وفي دير الزور تخوض وحدات الجيش اشتباكات عنيفة مع إرهابيي داعش الذين هاجموا نقاطا عسكرية على المحاور الجنوبية والشمالية الغربية لمطار دير الزور، انتهت بإحباط الهجوم ومقتل العديد من أفراد التنظيم الإرهابي وتدمير آلياتهم وعتادهم. مراسل الإخبارية أفاد بأن رجال الجيش يقومون بمهامهم على أكمل وجه بالتصدي لمحاولات إرهابيي داعش التسلل إلى بعض المناطق ويكبدونهم خسائر متتالية. محاور المعارك من محيط جبل الثردة وصولا إلى أحياء الرشدية والحويقة والصناعة وغيرها تسجل خسائر يومية في صفوف إرهابيي داعش نتيجة استمرار ضربات الجيش على هذه المناطق ومنع الإرهابيين من التقدم. وعلى محور القنيطرة أحبطت وحدة من الجيش والقوات المسلحة محاولة تسلل للإرهابيين من تنظيم جبهة النصرة إلى إحدى النقاط العسكرية جنوب قرية حضر في ريف المدينة الشمالي، مستغلة الأجواء المناخية في موقع الدلافة جنوب القرية،
حيث جرت اشتباكات أسفرت عن إيقاع خسائر كبيرة بين الإرهابيين. كما وجهت وحدات الجيش ضربات مركزة على تحركات لإرهابي تنظيم جبهة النصرة في تل الحمرية جنوب قرية حضر، وأوقعت في صفوفهم قتلى ومصابين. مشاهدينا، إذن كانت هذا تقرير تابعناه حول مجمل العمليات العسكرية التي خاضها الجيش العربي السوري خلال الساعات الماضية في وجه المنظمات الإرهابية التكفيرية من داعش وجبهة النصرة وغيرهما. بالعودة إليك سيارة العميد هيثم، كنت تحدثت بأن ما يجري في دير الزور اليوم هو يعني بطريقة أو بأخرى بدعم أو بتفكير أمريكي. اليوم كيف تقرأ المستجدات العسكرية في ظل وقف الأعمال القتالية يعني على مجمل المناطق في سوريا؟ طبعاً هناك أكثر من ساحة تجري فيها الأعمال القتالية. الاتجاه العملياتي الأول هو الاتجاه العملياتي في ريف حمص الشرقي، حيث تنتشر مجموعات داعش وتقوم القوات المسلحة فيها بإعادة تلك المجموعات إلى قواعدها السابقة التي تقدمت منها خلال الفترة الماضية ووصلت إلى مشارع مطار تيفور والمحطة الرابعة. طبعاً خلال الساعات الماضية تمكن الجيش العربي السوري من استهداف مواقع كثيرة لهذه التنظيمات في تلك المنطقة، وتقدم حوالي 2 كيلومتر في اتجاه مدينة تدمر من الغرب، أي من انطلاقا من محيط مطار تدمر. والعمليات الآن جارية اتجاه حقل شاعر والمناطق المحيطة بها من أجل تحضير قواعد انطلاقية لإطلاق عملية عسكرية قد تكون قريبة خلال الأيام أو الأسابيع الماضية لإعادة تحرير تدمر والمناطق المحيطة بها وإعادة تحرير حقول الغاز والنفط المتواجدة في تلك المنطقة والتي ألحقت بها المجموعات الإرهابية خسائر كبيرة. هناك اتجاه عملياتي آخر نشط، وهو الاتجاه الغربي في مدينة حلب الواصل بين مدينة حلب ومحافظة إدلب. هذا الاتجاه تقوم فيه المجموعات الإرهابية بقيادة تركية وبإشراف ما يسميها تشكيلا جديدا. من هي المجموعات الإرهابية المتواجدة في هذه المنطقة سيادة العميد في الشمال الغربي لمدينة حلب؟ عن أي مجموعات نتحدث؟ أتحدث عن تشكيلين أساسيين هما جيش الفتح. الذي تقوده بشكل مباشر المخابرات التركية، وتشكيل استحدث مجددا تحت تسمية مجلس تحرير سوريا، وينتمي إليه حوالي من مجموعات مسلحة تنتمي أيضا إلى أطراف متحالفة مع جبهة النصرة. الهدف من هذا التشكيل هو إعادة بناء القوة للمجموعات الإرهابية التي هزمت في مدينة حلب، وبالتالي إعادة إحيائها مجددا. ويتم حاليا إيصال الأسلحة والتعزيزات من الأراضي التركية لهذه المجموعات، وبالذات الوقت تقوم هذه المجموعات بالاستفزاز الدائم للجيش العربي السوري من خلال استهداف مواقعه وتحضير بنية تحتية لإطلاق عمليات عسكرية باتجاه مدينة حلب. طبعا هناك اتجاه نشط آخر، وهو الاتجاه الواقع في ريف دمشق الشمال الغربي، أي في منطقة وادي بردة، والذي كان وصل خلال الأيام الماضية إلى مرحلة عقد الاتفاق بين الدولة السورية والمجموعات الإرهابية المسلحة على الخروج وإعادة المياه. ورأينا أن الدولة السورية أدخلت ورش الصيانة والإصلاح إلى حرم النبع والمنشآت الفنية الكهربائية والميكانيكية، إلا أن اغتيال تلك المجموعات الإرهابية للوسيط وطبعا المشرف على المفاوضات اللواء الراحل غضبان، هذا الأمر أدى لإيقاف عملية التسوية بشكل نهائي والعودة إلى الخيار العسكري. وكان الإنجاز بالأمس من خلال تقدم القوات المسلحة وتحريرها لبلدة عين الخضراء، والانطلاق باتجاه عين الفيجي أيضا من خلال الإشراف وتحرير بعض التلال المشرف مباشرة على عين الفيجي. وهذا الأمر جعل المسلحين والإرهابيين في تلك المنطقة في حالة شبه طبعا مسيطر عليها بشكل كامل. هذا الأمر أعتقد أن الساعات القادمة ستشهد بدء انهيار تلك المجموعات في عين الفيجي، وبالتالي إنهاء هذا الوجود عسكريا وليس عبر المفاوضات. طيب نعم سيادة العميد، أريد أن أسألك في الشق الميداني أخيرا بشكل سريع لو سمحت لي. اليوم هذه الخروقات أيضا التي تحدث عنها أيضا مراسلنا في درعا، الخروقات لوقف الأعمال القتالية إلى أي حد ممكن أن تؤثر بشكل مباشر على مجريات لقاءات أستانا المرتقبة خلال الأيام القادمة؟ طبعا
الأطراف التي ستذهب إلى الأستانة قررت الذهاب، وبالتالي العمليات العسكرية جاريا إن كان خروقات من قبل المجموعات المسلحة أو عمليات رد واستهداف لداعش والنصرة من قبل الجيش العربي السوري، هذه العمليات لم تؤثر في مسار الاجتماع في الأستانة. هذا الاجتماع مقرر أن يعقد له، والأطراف الداعي له ضمنت المجموعات المشاركة. طبعا هناك محاولة الآن لتشكيل وفد لما يسمى بالمعارضة التي تدعمها تركيا، وهي عبارة عن خليط من إرهابيين موجودين في المنطقة الشمالية وأيضا من رجال سياسي يتبعون لتلك التنظيمات الإرهابية. هذه المجموعات أو الوفود ستذهب وستأخذ الاجتماعات، ولكن بالتأكيد هي لن تصل إلى نتيجة، لأن النتيجة يحسمها على الأرض الوقت ميداني وحركة القوات المسلحة العربية السورية، وأيضا العمليات التي تنفذها المجموعات الإرهابية في بعض المناطق. نعم سيادة العميد هيثم حسون الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معي عبر الهاتف من دمشق، شكرا لك. بالعودة إليك أستاذ خالد عبد المجيد، تأخرنا بالعودة إليك قليلا، ولكن نريد أن نبحث معك بشكل يعني مستفيض إلى حد ما هذا الاجتماع الذي جرى البارحة في باريس، وحضر هذا الاجتماع ما يقرب من 70 دولة اليوم. يعني هذا الحضور، الموقف الفرنسي يعني الجديد دعنا نقول والمستهجن في ذات الوقت، يعني هذه الدول الغربية الاستعمارية لطالما كان لم ترد خيرا لا في القضية الفلسطينية ولا في القضايا العربية، كيف ممكن أن نقرأ اليوم هذا المؤتمر في باريس في ظل أيضا قيام يعني كيان الاحتلال بدعم الأطراف الإرهابية في سوريا؟ يعني بالنسبة لنا نعتبر أن انعقاد مؤتمر باريس بهذا الشكل وبحضور 70 دولة من دول العالم وبغياب الطرفين المعنيين، هدفه الأساسي هو إعادة مسار المفاوضات العبثية بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية. العبثي؟ نعم العبثي. أنا نعتقد أن المفاوضات التي فشلت من أكثر من عقدين على اتفاقيات أوسلو هو محاولة دولية حقوق الوطنية الفلسطينية، والمعتمدة على وثيقة كيري، والتي تعتمد على وثيقة كيري التي أعلنها قبل رحيله من الإدارة الأمريكية، والتي تنص على الاعتراف بيهودية الدولة وشطب حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، والقدس عاصمة للكيان الصهيوني، والكثير من القضايا التي تمس جوهر الحقوق الفلسطينية. بالتالي نحن طيب، ولكن دعني أقاطعك هنا أستاذ خالد، ولكن كيري يعني حسب ما سمعنا من تصريحات حذر ترامب من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة. بغض النظر عن الموقف المعلن الذي يحاول أن يصور نفسه كيري فيها في هذا الموضوع، لكن سواء الإدارة الحالية أو الإدارة القادمة هناك علاقة استراتيجية بين الإدارات الأمريكية المتتالية وبين الكيان الصهيوني، وتلطيف هذه المواقف يعني هي مقدمة من أجل إرضاءات لبعض الأطراف العربية والفلسطينية، لأن الخطر الأكبر من كل هذا هو إيجاد هذه المفاوضات من أجل تطبيع العلاقات العربية الصهيونية ومحاولة دمج الكيان الصهيوني في المنظومة الإفتراضية. ولكن كيان الاحتلال رفض، يعني كيف نقول بأن الهدف من هذا المؤتمر هو تطبيع العلاقات وفي ذات الوقت يعني الكيان الإسرائيلي بمسؤوليه رفضوا المشاركة وعلقوا كثيرا على هذا المؤتمر وانتقدوه؟ بغض النظر عن هذا، الكيان الصهيوني أي موقف يعلن دوليا أو إقليميا هو ضده، لكن نحن نعتبر أن هذه الترتيبات لا تصب في خدمة الشعب الفلسطيني، من مواقف غربية معادية لشعبنا، معادية لأمتنا، تتآمر على أمتنا، تتآمر على سوريا وفلسطين والمنطقة، وتحشد جيوشها وتحشد إرهابيها بهدف النيل من كذا، تحاول الآن تزيين صورتها من خلال هذه المواقف، من خلال هذه المؤتمرات وهذه التصريحات التي لا معنى لها
وهي تصريحات نظرية لا علاقة لها بالواقع، الواقع الذي تحتل في إسرائيل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، الواقع الذي تمارس إسرائيل عدوانا مستمرا وتزيد من استيطانها وتزيد من عمليات التهويد وتقتحم المسجد الأقصى. كل هذا هذه الأعمال الإرهابية الصهيونية لا يوجد هناك قرارات دولية حقيقية تسند طيب أستاذ إلى آلية عمل لوقف هذا العدوان المستمر من قبل الكيان الصهيوني. طيب أستاذ خالد، أفهم منك بأن هذا المؤتمر يعني هناك تنسيق فرنسي إسرائيلي، إسرائيل منذ عدة شهور رفضت هذا وانتقدت فرنسا وهاجمت الرئيس الفرنسي أيضا. نعم. في ذات الوقت أنا لا أقول أن هناك تنسيقا فرنسيا إسرائيليا، هناك موقف فرنسي بتنسيق مع أطراف دولية وبحضور الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يكون هذا يزعج إسرائيل حتى من الناحية النظرية والمواقف التي تعلن بالشكل إلى جانب القضية الفلسطينية، ونحن مع أي موقف دولي أو عربي أو إقليمي يساند القضية الفلسطينية. طب لماذا قطعت السلطة الفلسطينية إذن؟ كلام حق لكن يراد بها باطل. لماذا قطعت السلطة الفلسطينية هذا المؤتمر برأيك؟ نعم. لماذا قطعت إذن السلطة الفلسطينية هذا المؤتمر؟ لم السلطة الفلسطينية وإسرائيل ليست مدعوتان لحضور المؤتمر. بعد هذا المؤتمر تعمل فرنسا الراعي لهذا المؤتمر من أجل دفع الطرفين للمفاوضات، لكن لم تدعى لا السلطة الفلسطينية ولا إسرائيل لحضور المؤتمر. طيب أستاذ خالد لو سمحت لي، سينضم إلينا أيضا في هذا المحور الأستاذ حسام الدين خلاصي. مرحبا بك أستاذ حسام. تحياتي أستاذ جلال وضيفك الكريم. أهلا بك أستاذ حسام. نتحدث مع الأستاذ خالد عبد المجيد حول يعني المؤتمر الذي جرى البارحة في العاصمة الفرنسية باريس، وحضره ما يقارب من 70 دولة من أجل إعادة المفاوضات أو دعم حل الدولتين في الشرق الأوسط. كيف اليوم تقرأ هذا المؤتمر، أهمية هذا المؤتمر اليوم، وماذا يقدم للقضية الفلسطينية؟ ماذا تقدم المؤتمرات للقضية الفلسطينية؟ أنا ممكن نسأل أي مناضل فلسطيني ماذا قدمت المؤتمرات وماذا قدمت المقاومة لفلسطين، فرق شاسع. لكن هي خطوات سياسية تتخذ. بالنسبة لي يهمني التوقيت، توقيت عقد هذا المؤتمر. لا يجوز أن نفصله عن مجموعة الأحداث اللي موجودة في العراق وفي سوريا وما يجري من تحرك وهابي في المنطقة عموما، محاولة جذب الأنظار ولفت الأنظار، لأن هذا العالم المهتم بالقضية الفلسطينية قضى على حاول أن يقضي على أكبر قوتين مقاومتين دولتين بجيوش سيادية كانت تدعم الدولة الفلسطينية وأنهكها وما زال يحاربها وما زال يعد العدة لمحاربتها. يدعي هذا المجتمع الدولي بأنه يريد أن يقدم حل الدولتين. حل الدولتين يمكن التحدث عنه عندما لا نجد أن الاستيطان يكاد يلتهم كامل الأراضي الفلسطينية، عندما نعلم أن هذه السلطة الصهيونية بالكيان الصهيوني تضرب بعرض الحائط كل قرارات مجلس الأمن. يجب أن لا نستجدي من هذه المؤتمرات ولا من هذه الجلسات فعلا ناجزا على الأرض، لأنه تدوب الحقوق في مثل هذه المؤتمرات. الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في المقاومة، لم يردع الاحتلال. ولكن سبق هذا المؤتمر أستاذ حسام يعني قرار لمجلس الأمن بوقف الاستيطان. الرد كان هو مزيد من الاستيطان، يعني الرد كان مزيد من الاستيطان. نعم. فهذا الكيان يعني الحل الوحيد معه هو المقاومة، لكن إذا بسياسة الواقع أو واقع الحال إذا استطاعت 70 دولة أن تثني الكيان الصهيوني عن مستوطناته وأن تهدم المستوطنات التي اتهمت الأراضي التي أقر بها العرب، يعني في المحصلة حدود 67 أقر بها العرب بأنها حل يمكن الاعتماد عليه إن كان هذا الكيان يريد أن يعيش بسلام. هذا الكيان ليس لديه دستور، هذا الكيان ليست لديه حدود، هذا الكيان لا يعتمد على المواطن، ليس لديه تعريف للمواطن، هو يقول أن المواطن هو اليهودي.
كيف يمكن لمثل هذا الكيان أن ينصاع لسبعين دولة؟ العدد ليس مهم، التوقيت يرتبط بأحداث المنطقة. أعتقد أن هذا المؤتمر لربما لو عقد بعد تسلم ترامب وتحقيق تفاهم أمريكي روسي ربما سيكون أجدى سياسيا على الأقل، سياسيا أو إعلاميا أو نعم. إعلاميا. طيب في هذه النقطة أستاذ حسام سأعود إليك. أستاذ خالد، تحدثنا يعني عن أهمية هذا المؤتمر، ربما أهمية هذا المؤتمر ليس للفلسطينيين ولكن بالنسبة لفرنسا وللدول الراعية، يعني ماذا اليوم تحصد فرنسا أو يحصد الرئاسة الفرنسية من عقد هكذا مؤتمر في 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 نهاية ولاية أولاند أيضا وقدوم إدارة أمريكية جديدة اليوم؟ هل هناك مكتسبات سياسية تريد تحقيقها على الأرض؟ نعم أنا يعني أعتقد أن هناك يعني في السياسة الأوروبية تحديدا حتى أكثر من الأمريكي، لأن الأمريكان واضحين، السياسة الأوروبية سياسة نفاق، يعني منافقين في سياساتهم، في الكلام عن الدفاع عن حقوق الإنسان، الدفاع عن القضايا الإنسانية، الحرص على الديمقراطية، الحرص على الحريات العامة، كل هذه الشعارات التي تطرحها أوروبا الغربية وفي المقدم منها فرنسا وبريطانيا وألمانيا، كل هذا نفاق سياسي. عندما تصل الأمور إلى شعوب غير شعوبهم هم يمارسوا عكس ذلك. الاستفادة من هذا الموضوع على الصعيد الداخلي في فرنسا، بعتقد أن فرنسا يعني في ظل الانتخابات، في ظل التطورات، هناك محاولات من قبل هذه الأطراف التي ترعى المؤتمر من أجل الاستفادة منها داخليا في الانتخابات الداخلية. إضافة إلى ذلك هي رسالة لحلفائها من الدول العربية أنهم حريصون على حل القضية الفلسطينية ويسعون لحل القضية الفلسطينية ويساهمون مع الدول العربية من أجل فتح باب طريق وتغطية لتطبيع العلاقات. طيب. أوروبا تحاول بشكل أو بآخر أن تميز نفسها عن الولايات المتحدة الأمريكية لكنها لا تستطيع. حتى كيري في هذا المؤتمر كان من المقرر أن يعرض نتائج المؤتمر على مجلس الأمن، كيري اتصل بنتنياهو وأبلغه أنه لا استطعنا أن نثني فرنسا عن تحويل نتائج هذا المؤتمر لقرار لمجلس الأمن من أجل اتخاذ قرارات، وبالتالي هم يحاولوا تثمير وتوظيف هذه المؤتمرات لمصالح داخلية ومصالح غربية ومصالح حلفائهم في المنطقة تحت غطاء فلسطيني وتحت، لأن القضية الفلسطينية. طيب أستاذ خالد، يعني اليوم عندما تأتي نتائج هذا المؤتمر يعني مناسبة لكيان الاحتلال، يعني المدير العام لوزارة الخارجية وخارجية كيان الاحتلال عبر عن ارتياحه الشديد من البيان الختامي لمؤتمر باريس وقال بأنه يعني هو نجاح للدبلوماسية الإسرائيلية، هل نجحت فعلا إسرائيل في الضغط على يعني عندما يصرح من يوجد في هذا المؤتمر من أجل أن يخرج هذا البيان متناسب مع سياستها؟ نعم، لأنه كيري الولايات المتحدة من خلال وزير خارجيتها الذي حضر المؤتمر لعب دور أساسي في فرملة ما كان تحاول بعض الدول من رفع السقف في المواقف التي ستنتج عن هذا المؤتمر، إضافة إلى الضغوطات والاتصالات التي قامت بها دولة الكيان الصهيوني. وبالنهاية أدت إسرائيل ارتياحها لنتائج هذا المؤتمر وأبدت يعني الموقف الإيجابي، بالرغم أنه عندما أعلن عن انعقاد هذا المؤتمر كانت إسرائيل تهاجم. الآن بعد أن انتهى المؤتمر وتم فرملة نتائجه بالرؤية الأمريكية التي لم تستطع لا فرنسا ولا أوروبا أن تميز نفسها عن هذا الموقف، بالتالي أعلنت إسرائيل ارتياحها لهذا المؤتمر. لذلك نحن يعني نبدي قلقنا وتخوفنا من ترتيبات قادمة لصالح الكيان الصهيوني ولصالح مسار سياسي تعمل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والكيان الصهيوني وبعض العرب من أجل إقحام الجانب الفلسطيني فيها في إعادة المفاوضات والنيل من القضية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية وتطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية ومحاولة إنهاء الصراع العربي الصهيوني كما يدعون. طيب بعجالة أستاذ خالد، هذا المؤتمر هل سينجح فعلا في عقد يعني عقد لقاءات فلسطينية إسرائيلية تودي إلى حل الدولتين؟ بتقديري أن سيحقق هذا الهدف؟ تقديري أن فرنسا ستسعى لإعادة مسار المفاوضات، خاصة أن إسرائيل كان ردها على الدعوة للمؤتمر من البداية أنه هذه القضايا
لا مجال للنقاش فيها إلا عبر يعني مفاوضات ثنائية بين الكيان الصهيوني وبين السلطة الفلسطينية. أضف إلى ذلك، فرنسا ستلعب دور أساسي ورئيسي من أجل إعادة المفاوضات، وستقوم حكومة فرنسا وزير خارجيتها بالاتصال أو اللقاء مع نتنياهو، ومن ثم اللقاء مع محمود عباس من أجل إعادة مسار المفاوضات، والطرفين مع إعادة المفاوضات. لكن جاء هذا المؤتمر ليشكل غطاء لإعادة المفاوضات للطرفين. طيب أستاذ خالد، أيضا قبل أن تغادرنا، موضوع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، يعني هذا ما صرح به إدارة ترامب، صرح به وإدارة ترامب أيضا القادمة، وكيري يعني حذر ترامب من هذا، إلى يعني هذه النقطة إلى أي مدى فعلا هي مهمة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ يعني ترامب صرح عن موضوع نقل السفارة وبتقدير أنه جاد، لكن هذا يعتمد على الإدارة الكاملة، سياسة الإدارة القادمة، وبتقديري أن هذا القرار جدي من قبل الإدارة الأمريكية، لكن أعتقد أن الظروف ليست مواتية لتنفيذ مثل هكذا القرار. ستستمر الإدارة الأمريكية بطرح هذا الموضوع، لكن تدرك جيدا أن الوضع في المنطقة والشعب الفلسطيني في مقاومة، وآخرها ما يعني تجديد المقاومة والعملية التي صارت من ابن المكبر قنبر، تؤكد أن هذا سيعطي انعكاسات كبيرة على مواجهة الاحتلال. وفرنسا وعدة دول أوروبية حذرت من هذه النقطة. الأستاذ خالد عبد المجيد أمين، سر القوى الفلسطينية، كنت معي عبر الهاتف من دمشق، شكرا لك. بالعودة إليك أستاذ حسام خلاصي في هذا المحور بالتحديد، أريد أن أسألك اليوم، هل فعلا فرنسا يعني كما يتحدث البعض تعمل للعودة إلى المنطقة بعد دعمها للإرهاب في سوريا والمنطقة وخروجها من دعنا نقول الغطاء السياسي في المنطقة، كان لها حيز في هذه المنطقة ولكنها خرجت نتيجة دعم الإرهاب، هل تحاول فعلا فرنسا العودة إلى الشرق الأوسط من خلال موضوع القضية الفلسطينية؟ أستاذ جلال، فرنسا الحالية فرنسا أولاند، أمريكا الحالية هي أمريكا أوباما. سلوك أوباما قبل المغادرة هو عبارة عن مناكفة سياسية مع خصمه القادم، مع فريق عمل الرئيس القادم. هولندا الآن يحاول أن يكسب مزيد من الدعم لحساب تياره السياسي في الانتخابات اللي واضح تماما أنه راح يخسرها، نتيجة المداعبة مع الكيان الصهيوني والمشاغلة، بده مزيد من الدعم من اللوبي الصهيوني الموجود واللي أوصل هولندا أصلا لموقعه. هاي نوع من المشاغلة لن يفضي أبدا مثل هذا المؤتمر لأي شيء يصب في مصلحة الفلسطينيين، هذا من جهة. من جهة أخرى لن يشكل هذا المؤتمر ضغطا على الكيان الصهيوني كي يبدل مواقفه. ثلاثة، فرنسا لو حسنت النية ترفع يدها بس فقط دعم عن الإرهاب الصهيوني اللي موجود في الدول اللي ممكن تساهم فعليا بعملية السلام. يعني هل يعتقدون أنه في لحظة من المشاغلة مع سوريا التي تحارب الإرهاب الآن يستطيعون أن يمرروا بعض النقاط التي تفيد الكيان الصهيوني بموافقة 70 دولة؟ هذا الأمر لن يتم ولن يتحقق، لأن الفعل القادر هو فعل المقاومة بس انتفى. أو عندما ينتفي دور المقاومة، عندها يستطيع الدول فقط أن يلتهموا كامل الأراضي الفلسطينية. لكن طالما المخطط لم يمر وشرائح المقاومة المتعددة مستمرة ودعمها مستمر، مثل هذه المؤتمرات ذكرتني بمؤتمر أصدقاء سوريا الوهمية اللي عقدوها، كما تذكر حضرتك. هذه المؤتمرات لم تفضي إلى شيء، يعني أفضت إلى مزيد من الخراب والتدمير لمصلحة العدو. وهذا المؤتمر إعلاميا وسياسيا ربما لكسر شوكة أو استغلال الوقت لكسر شوكة المقاومة، لا فقط لا أكثر ولا أقل، يعني هو خطوة تلميع للمغادر أولاند وتياره. التيارات القادمة إلى أوروبا في فرنسا في إيطاليا في ألمانيا ستكون تيارات وطنية داخلية كما حصل في أمريكا. لذلك الكيان الصهيوني بيبحث عن مزيد من التوريط للدول عبر مؤتمرات، يعني بيقول أنه في باريس كذا بتاريخ كذا تم الاتفاق على كذا. هيك هي الصيغة، يعني هي عمليا لعبة.
نعم شعبة سياسية. أستاذ حسام، يعني لو بقيت معي سأنتقل أيضا، سينضم إلينا الآن عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ حسن بديع، رئيس تحرير صحيفة الدستور المصرية. أستاذ حسن مرحبا بك. أهلا بك، مرحبا. يعني دعنا نبدأ معك في نهاية هذه النقطة التي أثرناها مع ضيفي حسام الدين خلاصي والأستاذ خالد عبد المجيد. اليوم مؤتمر الذي عقد البارحة في باريس، كيف تنظر مصر إلى هذا المؤتمر في ظل يعني الصراع العربي الفلسطيني العربي الإسرائيلي والصراع أيضا الفلسطيني الإسرائيلي حول عدة قضايا؟ يعني هو يعني أنا أرى أن أي أمور خاصة للأسف يعني بالصراع العربي الإسرائيلي أو الصراع العربي الصهيوني لن تحسم إلا أولا على أرض الأمر الواقع أولا، ثانيا لن تتحقق إلا عندما تكون هناك وحدة وطنية فلسطينية حقيقية. ما لم يتحقق الوحدة الوطنية الفلسطينية حقيقية وأن يكون هناك موقف عربي داعم ويشكل حد أدنى من الاتفاق على غرار ما كان مثلا في حرب تشرين 73، إذا لم يتحقق ذلك فلن يتم أو تتم أي تسوية خاصة بقضية الصراع العربي الصهيوني أو خاصة بالقضية الفلسطينية التي كانت وما زالت قضية العرب المركزية الأولى. وبالتالي يعني أنا لا أستبشر خيرا ولا أعلق الأمال على مثل هذه الأمور، وأرى أنها يعني تكون في إطار إما المناورات السياسية المعتادة أو في محاولة يعني إعادة رسم خريطة جديدة للمنطقة ككل كأحد الأهداف الاستعمارية الثابتة والتي قلما ما تتغير. طيب أستاذ حسن، اليوم مصر يعني ما موقعها من ما يجري اليوم هذا المؤتمر؟ كيف تنظر مصر مصر القيادة مصر ثابت الدولة؟ مصر موقفها ثابت ومبدئي من القضية الفلسطينية، موقفها أنه لا بديل عن إقرار حقوق شعب فلسطين ولا بديل عن قيام دولة فلسطينية ولا بديل عن الانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى حدود 4 يونيو حزيران 1967. هذه هي المواقف الأساسية الثابتة التي تحكم الموقف المصري الرسمي وليس الشعبي من قضية الصراع العربي الإسرائيلي أو الصهيوني. وأعتقد أنه موقف يعني قوي ومعقول جدا في ضوء الأوضاع العربية الراهنة والمتردية والتي لا نرى يعني أملا فيها سوى مواقف سوريا القومية الوطنية العظيمة وأيضا مواقف النظام الوطني القائم في مصر اليوم والذي يسعى سعيا حثيثا إلى إعادة إحياء مرة أخرى القومية العربية والتضامن العربي وطرح فكرة القوى العربية المشتركة. نعم. وللأسف السعودية وبعض دول الخليج وقفت موقفا سلبيا للغاية ويعني لكن طيب هذا هو دعني مصر خلاصة. أستاذ حسن، دعني جئت على ذكر السعودية نستفيد منك أيضا في هذه النقطة المهمة. اليوم المحكمة الإدارية في مصر أصدرت أو وقعت قرار ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاق ترسيم الحدود المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للرياض. كيف اليوم يأتي هذا القرار؟ كيف تقرأ أهمية هذا القرار اليوم؟ يعني أولا القضاء في مصر مستقل تماما ولا سلطان عليه، وهذا هو حكم قضائي نهائي من المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى محكمة إدارية في مصر. وبالتالي أعتقد أن هذا الحكم سوف يكون ملزما بالتأكيد لكافة أجهزة وإدارات الدولة المصرية، وأعتقد أنه سوف يترتب عليه أن مجلس النواب المصري كان من المفترض أن يناقش هذه القضية وتطرح في جدول أعماله غدا. أعتقد أنه قد يؤجل إلى أجل غير مسمى بحث موضوع تيران وصنافير بناء الحكم القضائي الصادر. لكن أود أن أشير إلى نقطتين. النقطة الأولى أن ربما يلجأ الجانب السعودي، وهذا محتمل، ربما يعني يفكر في الالتجاء إلى التحكيم الدولي في ضوء تردي العلاقات المصرية السعودية الرسمية، هذا محتمل.
هناك نقطة أخرى، أن هناك طعنا ما زال يعرض أمام المحكمة الدستورية العليا المصرية في مدى أحقية القضاء المصري بنظر المعاداة الخاصة بالسيادة باعتبارها أمر من أمور السيادة، هناك فصل بين السلطات. يعني هذا الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا وسوف يستغرق وقتا طويلا ربما يصل إلى سنوات إلى أن تبت فيه المحكمة الدستورية العليا، لكن أيا كان الأمر فالحكم القضائي نهائي ونافذ وينفذ فورا، وكما قلت لحضرتك أن القضاء المصري مستقل ولا سلطان عليه، وبالتالي هو حكم واجب النفاذ من هذه اللحظة. إلى أي درجة برأيك أستاذ حسن، إلى أي درجة سيؤثر هذا القرار للمحكمة المصرية والقضاء المصري في يعني توتير العلاقات أكثر بين القاهرة والرياض وهي متوترة في الحقيقة في الواقع؟ هي العلاقات المصرية السعودية لا شك تمر بفترة باردة وسحابة قاتمة، وهناك اختلاف حقيقي في وجهات النظر أزاء قضية السوري وأزاء قضية اليمن وأزاء الأداء السعودي مع المنظمات الإرهابية في المنطقة والتخريب الإرهابي سواء في العراق أو في سوريا أو في ليبيا التي تهدد أمننا القومي أو في اليمن. هناك لا شك خلاف مصري سعودي قائم، هذه نقطة يعني لا جدال فيها، والعلاقات المصرية السعودية تمر بمحنة. أعتقد أن هذا الحكم لن يضيف جديد إلى التوتر القائم طبيعي في العلاقات المصرية السعودية، وربما يعني قد يسهم في مزيد من التجميد في العلاقات المصرية السعودية على المستوى الرسمي. طيب أستاذ حسن، سنستفيد بما تبقى من وقت معك حول تصريحات مهمة أدلاها البارحة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب. يعني دعنا نبدأ من موضوع الحلف الأطلسي. ترامب وصف هذا الحلف بأنه منظمة عفى عليها الزمن، واتهم أعضاء الحلف بأنها لا تدفع حصتها في إطار عملية الدفاع المشتركة. هل سيكون وصول ترامب إلى البيت الأبيض برأيك اليوم يعني الخطوة الأولى على طريق تفكيك هذا الحلف؟ أعتقد أن وصول ترامب إلى قمة السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية هو حدث جلل وتاريخي، وقد يكون بداية تغيير كبير، وقد يكون بداية تصدعات وانهيارات في المعسكر الغربي الاستعماري الذي ذاق العرب الأمرين منه في 40 عام الماضية وما قبل ذلك أيضا. لكن أعتقد أنه الرئيس ترامب رجل بيزنس مان ورجل يؤمن بالمصلحة التجارية المادية البحتة، ويقول لدول النيتو عليكم أن تدفعوا إذا أردتم الحماية الأمريكية وإذا أردتم استمرار وجودنا في حلف النيتو تدفعوا. مثلما قال السعودية ودول الخليج رغم أن الإدارات الأمريكية السابقة نهبت وتنهب ثروات العرب المشروعة في دول الخليج للأسف، ولم يستفد منها العرب ولم يستفد منها المسلمين ولا الشعوب الصديقة، إنما استفادت منها الإدارة الأمريكية. ويعود ترامب اليوم ليطالبهم بدفع مزيد من الأموال، والإدارة الأمريكية قدمت قانون جاستا لكي تبتز به السعودية ودول الخليج. يعني أعتقد أن ترامب يسير في سياسة قد تصب في النهاية استراتيجيا في مصلحة الأمة العربية، سواء في موقفه المعادي من الإرهاب تماما والرافض لأي دعم للإرهاب والتكفيريين، أو في موقفه من التعامل التجاري المادي البحت مع المنظومة الخليجية والسعودية، أو في موقفه من الناتو. أستاذ حسن، في مصلحة الأمة العربية أم في مصلحة أمريكا؟ يعني عندما يأتي رئيس يحاول التخلي عن جميع تحالفات أمريكا، إن كان مع بعض الدول العربية إن كان أيضا مع بعض الدول الأوروبية، وسمعنا البارحة خلال حديثي كيف يعني انتقد أيضا الاتحاد الأوروبي وأشار إلى أن هناك دول ستترك هذا الاتحاد لاحقا، وشدد فقط على اتفاقيات تجارية مع بريطانيا. ايوه، هو ما فيش شك اني يعني من وجهه نظره ان هذا في مصلحه امريكا، ويعيد يريد مره اخرى عوده امريكا كدوله صناعيه ومصدره ومنتجه وعوده شعار صنع في امريكا والحد من الغزو التجاري الصيني الاخر.
وهو يريد أن يتعامل بمنطق رجل المال والأعمال مع وليس لديه حلفاء سياسيين أو مبدئيين أو أيديولوجيين أو استراتيجيين. هو منطقه منطق رجل أعمال بحت، هذا هو منطق المصلحة الأمريكية البحتة. وأنا أقول أن ربما هذا الموقف يصب بشكل أو بآخر في المصلحة العربية، يعني عندما يتفكك الناتو فهذا في مصلحتنا كعرب، عندما تنفصل أمريكا وبريطانيا عن باقي الدول الأوروبية هذا في مصلحتنا كعرب، عندما يعلن أمريكا الحرب على التكفيريين والإرهابيين المجرمين هذا يصب في مصلحتنا كعرب فقط لا غير. يعني أنا أنظر للأمور من هذه الزاوية. نعم. لكن دعنا ننتظر ولا نسبق الأحداث، لأن أمريكا بها مؤسسات وبها لوبي صهيوني قوي، وعندما تتعارض المصالح قد تكون هناك أحداث جسام. ولا ننسى ما فعله اللوبي الصهيوني الحاكم في أمريكا في جون كينيدي سنة 63. فلا نسبق الأحداث. نعم. ودعنا نرى. المهم أن يكون العرب قادم الأيام أشداء. سيبدي كل هذه النقاط، وربما هناك من يتحدث بأنها هي سياسة أمريكية صحيحة في ظل يعني وجود هذه الصناعة الصينية التي تغزو العالم، الهند أيضا، ترامب ربما كما قلت يريد الرجوع إلى عودة إلى يعني صنع في أمريكا وتنشيط الصناعة الأمريكية. قادم الأيام كما قلت سيبدي لنا كل هذه النقاط. الأستاذ حسن بديع رئيس تحرير صحيفة الدستور المصرية كنت معي من القاهرة، شكرا جزيلا لك. أيضا الشكر الكبير للأستاذ حسام الدين خلاصي، انقطع الاتصال مع الأستاذ حسام خلال هذه الحلقة، وهو رئيس الأمانة العامة للثوابت الوطنية في سوريا، كان معنا عبر الهاتف من اللاذقية. والشكر أيضا لكل من شارك معنا في هذه التغطية الخاصة. الشكر موصول لكم مشاهدينا الأحبة، هذه التغطية الخاصة قدمناها لكم من قناة الإخبارية السورية في دمشق، شكرا لكم.